انا بالنسبه لي هذه الساعه انا دابا يلا ديت بنتي في الظلمه وجيت. الدري خصو يفطر، ما مفطرناهمش والله ما كنفطروهم. الدري تيفيق تيمشي للمدرسه تيدخل القسم تينعس. من ناحيه البرد حنا من ناحيه الخدمه الكريتاج. الشفاره كيتلقاو لينا، كاين اللي كيديو لها البسطام، كاين اللي كيديو لها ساكها، كاين اللي كيتعداو عليها. لو ما بقيناش فيكم حنا الكبار يبقاو فيكم هاد الدراري، هاد الدراري الصغار. في الصباح تقدر شي نوضو، بالنسبه اللي جالسين ماشي مشكل، اما اللي خدامه راه تيجالو قسم مختلف. ايوا هي دابا هي تدخل حتى سميتها خاصها تدخل مع 8 والدراري داخلين 8:30، تيجالو وقت شويه داير معاكس. ضروري هو هاد الساعه اللي داروا زعما ما صالحت الحاجه. الدراري دابا ما تقدرش ينوضوا في الصباح، ضروري هذاك الشيء تتسمي غاده. بالنسبه اللي شويه الشارع عامر راه غادي، اما اللي بساكن الحكا في الشارع خاوي وبعاد على المدرسه راه تيوصلوا صعوبات بزاف. نبغي انا لحقاش الدراري تيسمحلو في هذا الصباح، تيفيقوا بساكن بكري بزاف عليهم. ما كان بزاف بزاف كان فيقا انت كيبان لك، كيبان لك دابا انا درا كيبان لك كلشي من هنا باقي غادي بالظلام. الضوء هما قال لك تديري ساعه على قبل الضوء وعلى قبل الاقتصاد، الضوء باقي شاعل دابا. تسعود هاد القضية دابا تسعود قلق سبعين ضو باقي شاعل ديال النهار. حنا اللي كنفيقوا دابا مع الصباح دابا بحال دابا حنا كتكون عندنا 6 ديال الصباح كنفيقوا، متى كتفيق؟ تفيق مع 3 ديال الصباح. شحال من مرة كنتعرضوا للكريستاج مع 3 ديال الصباح تفيق واحد ناعس اللي زي ساعه ناعس طلع 10 ولا طلع 11 قال لك لا لا ساعه مزيانه. الدراري بالنسبه مساكن محنين وحنا حنا صعوبه شويه ناحيه الخدمه حنا كنلقى صعوبه بزاف من ناحيه البرد، حنا من ناحيه الخدمه الكريتاج كاين بزاف الحوايج نتعرضوا للبرد، نتعرضوا بزاف الحوايج اختي. ها الصعوبه ما كيبغيش يفيق لنا في الصباح، ما كيبدا يبكي وما حنين لنا بهذه الساعه بزاف خويا. بالنسبه لهاد الساعه الا ما بقاوش فيكم، لا ما بقيناش فيكم حنا الكبار يبقاو فيكم هاد الدراري، هاد الدراري الصغار هادو من الفراش من الفراش للقسم ما غيقراش، كيمشي ينعس ما كيحيدوش الجاكيطات حيت كاين البرد. حشومه عليكم، عيب عار. الناس بدلوا شي حوايج غير بالتفاهم بيناتهم بعضياتهم، حنا ما ساعة ما قدرناش نبدلوها، راه حشومة. أنا كنقولها على هاد الدراري الصغار، هاد الدراري الصغار كيمشيو من الفراش من الفراش للقسم، ما تيفيق حتى ل 9:30 عادة باش تيفيق. الدري خصو يفطر، ما مفطرناهمش والله ما كنفطروهم. الدري تيفيق تيمشي للمدرسة تيدخل القسم تينعس. ها هو أنا نيت غادي بيه للحانوت دابا ياخذ رايبي وياخذ المسائل ديالو وما ياكل حتى العشر. تخربقونا، خربقونا الدراري، خربقونا حنا، خربقوا كلشي. حشومة عليكم، راه حتى الآباء تيعاني، وراه ملي كتكت هاد السبعة وهاد الظلمة اللي تيخرج فيها الناس اللي تيخرج فيها التربية تيمشي للحضانة. هنا راه كيجيبوهم هاد المدرسة هادي راه كيجيبوهم ناعسين، كيجيبوهم السبعة هي الستة كيجيبوهم ناعسين. راه حشومة عليكم، شوفوا من حالنا، شوفوا من حالنا لا حنا لا هما. السي سعد الدين العثماني تكيس علينا، راه حشومة عليك، راه واش نتايا عايش ناعس ولادك انت ما كتفيق حتى للعشرة، راه حشومة عليك. وما كتمشي حتى ل 11 للخدمه ولا ما كتمشيش، احنا راه محنين مع الدراري هاد، راه مكرفصين. شوف من حالنا، احنا راه ما بغينا والو، ما تنقصوا ما ديروا حتى حاجه، نقصوا هالساعه ردوها كيف كانت. راه حشومه عليكم. حنا خدامين كنخرجوا في الليل، الشفاره كيتلقاو لينا، كاين اللي كيديو لها البسطام، كاين اللي كيديو لها ساكها، كاين اللي كيتعداو عليها. الليل راه صعيب، راه كتجينا واحد حقره في قلوبنا، نقولها لكم بصراحه حقره في قلوبنا، لان التعليم ولا اي ميدان، اي ميدان خاص بنادم ينوض في الضوء شويه ماشي في الظلمه. الظلمه راه عاوتاني راه خطر علينا حنا العيالات ولا الرجاله، راه كيتكريساو. انا كندوي على الكريساس. انا بالنسبه لي هذه الساعه انا دابا يلا ديت بنتي في الظلمه وجيت، حشومه كاع والله حتى حشومه. علاش بالنسبه لي قرروا هذا القرار ديال هذه الساعه؟ على حيت هما عندهم الشوافريه تيديو ولادهم من باب ديال الديور وعندهم خدمتهم تيمشيو لها حتى ل 11، وحنا ولادنا تنخرجوهم في البرد والظلمه، وحنا انت براسك اللي مرا ما قادرش تخرجي في هذيك الظلمه تتوصلي ولدك وتتمي جايه تقفقفي بالخوف. حشومه حشومه، حيت حنا اصلا بارك علينا التعليم اللي تيجر فينا، التعليم ما عندناش اصلا في المغرب لولادنا، التعليم ما عندناش. خاصنا الا بغينا نقري ولادنا خاصنا نخلصوا عليهم فلوس وعاد نزيدوا مازال الساعه بزاف حشومه.
اه ضروري كتكون شويه الظلام تكون هذه الساعه الزايده، ولكن شنو غنديروا يعني ضروري انك ديهم مدرسه على طريق الزحام كتلقاي الظلمه كتلقاي ضروري خاصك ديهم، ما تقدريش تخليهم يمشيو لراسهم. اه كتخافي خصوصا ملي كتكون الشتا وكتكون ما كتكون الشمس بكري وهذه ضروري، ولكن شنو غدير يعني عادي. وهي بالنسبه للوليدات وبالنسبه لهذه هي من الاحسن الا بدلوها.